يشاهدون الاجواء. سلمان سلمان شهر ما نرجع الله كريم. اي سلمان شهر سلمان شهر راح اخليه سلمان شهر هاي عادي تنقذنا يعني اذا لا وين تنقذنا؟ لا تنقذنا الدورة اللي هو الدورة البرشوت منطقة سلمان شهر الان منتظرين حملة. هذا هو ابو علي فرحان اليوم فرحان اكيد اليوم احلى مرة احلى احنا اليوم في منطقة سلمان شهر الان احنا صاعدين للدورة والان جماعة اليوم متحضرين راح يصعد البرشوت الله وحبيبي حبيبي والله صراحة الأجواء كلش حلوة كلش ما تنوصف جو حلو بحر وبرشوت أجواء جميلة يعني وألوان أمشي الألوان جميلة وهمشي الراحة النفسية الراحة مرتاحين فيه هسه احنا شنو نريد؟ نريد احنا نوصل فكرة احنا شاهدنا الآن شمال إيران وعرفنا بانه الدخول شمال ايران لازم دخول رسمي لازم دخول شرطه. هسه شو تقول للاخوه المترددين؟ اجواء كلش ممتعه وكورونا ماكو اجواء طبيعيه تقريبا شمال ايران حسب ما وصلنا معلومات ثلاث ارباع الشعب اذا 90% ملقحين ممتعه شنو شعورك وانت تصعد باراشوت؟ كلش عادي الان يتجه تومان الان يتجه ابو علي I'm gonna go to the top of the world.